أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأخبار الملاعب الجزائرية الجديدة. إذن تم رسميا تسمية ملعب الدويرة باسم الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت ومنحه بصفة رسمية لنادي مولودية الجزائر، وهذا حسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة لنهار اليوم. إذن نقول مبروك لفريق مولودية الجزائر بهذا الملعب الذي يحمل اسم بطل من أبطال الثورة التحريرية المجيدة علي عمار المدعو علي لابوانت. جاء تسمية الملعب تزامنا والاحتفال بالذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر حرة مستقلة، واللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن عونا لهم بإذن الله. تحياتي لكم جميعا، يومكم موفق.